بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله يا شباب اليوم رح نكمل موضوعنا بالريجولار إكسبريشن. طيب خلينا الآن نأخذ مثال. فلو طلبت منكم طلب قلت لكم مثلا بدي تعملوا لي سيرش على رقم مكون من خانتين، هاي الخانتين هنا 2 و7، فبدنا ندور على هذا الرقم المكون من هذول الخانتين داخل سترينج معينة. تمام، كيف راح نكتبه؟ كالتالي، كثير الأمور سهلة. أول شيء لازم نعمل import للباكيج regular expression. تمام، الآن راح نستخدم السيرش الموجود فيه، فبالتالي بدي أخزن النتيجة بريزلت، فبقول له result equal. الآن بحكي له re.search. أوكي، فالآن أستخدم السيرش. الآن راح ندور على الباترن تاعنا، فالباترن تاعنا اللي منا ندور عليه شباب هو عبارة عن إيش؟ راح يكون بهاي الحالة اللي هو رقم مكون من خانتين اللي هي 27، فبجي بحكي له 27. تمام؟ داخل سترينج معينة، مثلا هو ممكن نقول ويلكم. مثلا 1 2 7 3 5، فراغ مثلا 2 7 6 4. تمام، انت اوكي. فالان شو راح تعمل لهاي السيرش يا شباب؟ راح تروح تدور لي على البتن 27 او على الرقم 27 طبعا كسترينج داخل هاي السترينج، لان راح تشوف لي اول ظهور. فزي ما بنعرف احنا اول ظهور لها راح يكون عندنا هون. تمام، ممتاز، معناها راح يكون اول ظهور، معناها فاوند، معناها راح يرجع لي بالريزلت اوبجكت الماتش. اوكي، هسا لو بدنا نطبعه افضل شيء نستخدم اف ستيتمنت، اف ريزلت برنت ريزلت. تمام، ايلس برنت نوت فاوند. تمام يا شباب، الان راح يلاقي وراح يخزن لي اياه بالريزلت. فالان راح يطبع لي هالريزلت اف ريزلت، نعم راح تكون ترو، فبالتالي راح يطبع لي الريزلت بهاي الحاله. فلو نعمل رن راح يلاقي هذا الرقم اللي مكون من خانتين 27 داخل السترينج تبعيتي، فراح يكون الماتش اوبجكت اللي راح ينطبع راح يكون الماتش قيمته 27 اكيد، والسبان راح يكون ابتداء من موقع 9 وراح يكون 9 لحديته 11 راح يكون على 9 و10، وبالتالي راح يكون هذا الرقم 27 على بوزيشن 9 و10. تمام، الان طيب هذا كثير سهل. طيب السؤال تاعي مثلا لو قلت لكم والله بدي تبحثوا لي عن رقم مكون من خانتين، اول خانه هي 5 وثاني خانه اي رقم؟ اي رقم. اوكي، او لو قلت لكم مثلا ممكن تدوروا لي على رقم هاتف وهذا الرقم الهاتف مكون من 10 خانات وبدايته 0 7 9. اوكي، فكيف ثاني ممكن نعملها هاي السيرش؟ او قلت لكم مثلا بدي تدوروا لي على كلمه مكونه من 3 احرف، اولها حرف A واخرها حرف B، فكيف دائما نعبر عنها يا شباب؟ اوكي، الان ميزه الريجولار اكسبريشن انه في مجموعه من الاحرف البديل اللي هي الوايلد كارد، وفي عدد من السبيشال سيمبلز اللي بتساعدنا بانه نستخدمها بالريجولار اكسبريشن تاعنا او بالباترن تاعنا، وانه بنقدر احنا نعمل سيرش وهذا السيرش يكون او يحل مشاكل زي المشاكل اللي حكيت لكم اياها. اوكي شباب، فالان خلونا نكمل موضوعنا عن الريجولار اكسبريشن وناخذ هاي الوايلد كارد، خلينا نحكي عنها وعن السبيشال سيمبلز اللي راح تساعدنا بحل مشاكل مثل هاي المشاكل. اوكي شباب، الآن خلينا نحكي عن الوايلد كاردز اللي موجودة عندنا بالريجولار اكسبريشن. اوكي، أول واحدة رح نحكي عنها من هاي الوايلد كارد اللي هي الأحرف البديلة اللي هي عبارة عن ايش؟ الدوت. الدوت أو النقطة يا شباب ماتشز أني كاركتر اكسبت الباك سلاش، يعني هي هاي الدوت تكافئ أي حرف اوكي ما عدا الباك سلاش. اوكي، كيف يعني؟ الآن لو كان عندي هذا البتن او هذا الريجولار اكسبريشن وفي هيك دوت او او دوت واي، هذا عباره عن بتن يكافئ ايش؟ يكافئ سترينج مكون من 1 2 3 4 5، من 5 احرف. الحرف الاول ممكن يكون اي حرف طبعا ما عدا الباك سلاش. الحرف الثاني لازم يكون او، الحرف الثالث لازم يكون او، الحرف الرابع ممكن يكون اي حرف، الحرف الخامس لازم يكون واي. اوكي، وبالتالي كامثله هاي
دي او او سي واي يعني بتتطابق مع هاي، هاي برضه تتطابق مع هاي، هاي تتطابق مع هاي. اوكي لاحظوا الحرف الاول اي حرف، الحرف الثاني والثالث لازم او، فلاحظوا او 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 او. الحرف الرابع اي حرف، السي زابطه والاف زابطه والبي زابطه الى اخره. والحرف الاخير لازم يكون واي، فكلهم فيهن واي. اوكي وبالتالي هذا يا شباب اللي هو الوايلد كارد اللي هي الدوت. اوكي هسه سؤال، لو كنا من نبحث عن الدوت نفسه، يعني هي بدي اعمل عليها سيرش هي نفسها، الدوت معناها اني كاركتر، تكافي كاركتر واحد بس هي اني كاركتر. فلو بدي احكي عن الدوت نفسه، فشو بهاي الحاله راح استخدم الباك سلاش تي، الباك سلاش دوت. الباك سلاش دوت يا شباب هاي تكافئ الدوت كاركتر. يعني بنحط باك سلاش دوت هيك بنرجع الدوت لمعناها الاصلي وهي عباره عن الكاركتر دوت او الدوت كاركتر. اوكي شباب اذا هاي هي عباره عن اول وايلد كارد اللي هي عباره عن الدوت. تمام طيب خلينا مثلا مثالنا هذا نشوفه على سبيل المثال. لو مثلا احكي له هيك بدي كلمة تتكون من ثلاث أحرف، أول حرف ال وثاني حرف أي حرف ممكن يكون عندنا وثالث حرف أو، يعني مكون من أوكي. فبالتالي هاي شو راح تعمل يا شباب؟ راح تعمل لي سيرش على كلمة مكونة من ثلاث أحرف، أول حرف أو ال ال، أول حرف ال، ثاني حرف دوت. شو يعني دوت؟ يعني أي كاركتر، يعني ثاني كاركتر أي كاركتر، يعني ممكن يكون أي كاركتر، وثالث حرف أو ثالث كاركتر عندنا أو. وبالتالي هون لو نعمل سيرش راح نلاقي ال سي أو راح تعمل ماتش مع ال أي أو، وبالتالي بهاي الحالة راح السيرش إيش يحكي لي ماتش ويرجع لي معلومات ال سي أو. تمام لو عملنا رن، لحظة يا شباب عملنا رن، الآن السيرش تبعيتي راح تدور على ال على string مكونة من ثلاث أحرف، أول حرف ال، ثاني حرف أي حرف مش مشكلة، وثالث حرف O. وين راح أول تطابق؟ راح تكون ال سي أو. ممتاز ال سي أو معناها ماتش، معناها راح ترجع لي النتيجة وتحط لي إياها بالريزلت. if result راح تكون true، print result راح يطبع لي هذا object الماتش، فبالتالي راح تكون الماتش تاعتي هي يا شباب ال سي أو. تمام LCO. طيب وين موجود السبان تاعته؟ 0 1 2. اذا راح يكون على موقع 2 وراح يكون 2 و3 و4، معناها السبان تبعيتي راح تكون 2 5. وبالتالي شباب هذه عباره عن الدوت. اوكي شباب الان كمان من الوايلد كارد او من الاحرف البديله او من السبيشال سيمبلز اوكي الموجودات عندنا او من الكاركتر اللي لها معاني خاصه هي كاركتر ايش الستار. الستار يا شباب عباره عن شو؟ لما نحكي ستار نستخدم الستار بالبتن تاعتنا او بالريجولر اكسبريشن تاعنا. هذا شو بيعني الستار؟ مينز زيرو اور مور اوكيرنسز. اوكي هذا بيعني الستار معناها انه صفر او يعني ولا ظهور او عده ظهورات. كيف يعني؟ لما نحكي A B C star، طبعا هاي الستار بتعود وين على السي. هاي شو معناها؟ هاي معناها دور لي او دور لي على string بتبدا بحرف الاي والحرف الثاني فيها بي والحرف الثالث فيها سي مكرر صفر مره او اكثر. وبالتالي الاي بي لحالها تتطابق مع اي بي سي ستار، الاي بي سي تتطابق مع الاي بي سي ستار، الاي بي سي سي اي بي سي 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 كمان الى اخره، كلهن بتطابق مع هذول. فكلن هذولا ببدن ب A والحرف الثاني B والحرف الثالث C مكرر ولا مرة أو مرة واحدة أو أكثر. تمام؟ طيب الآن طلع على الثاني A B C بين قوسين ستار، طبعا هذا معناه جروب اللي بين قوسين. تمام؟ هاي شو معناها؟ إنه هاي راح تعمل ماش، راح تتطابق مع string بتبدأ بحرف ال A، تبدا بحرف ال A متبوع ب بي سي
مكررة 0 مرة أو أكثر، وبالتالي هاي راح تتطابق مع الـ A لحالها أو A B C مكررة مرة واحد الـ B و C، أو الـ B و C مكررة مرتين، يعني راح تكون A B C B C، أو راح تتطابق مع A و B C مكررة 3 مرات A B C B C B C وإلى آخره. وبالتالي كلهن هذول يا شباب بلشن بحرف الـ A، وعندنا الجروب الـ B C هذا مكرر 0 مرة زي هاي، أو مكرر مرة أو مرتين أو 3 مرات. وبالتالي هاي شباب اللي هي عبارة عن دستار. تمام، الآن اتطلعوا لي هون A dot star A، هاي شو معناها؟ هاي شباب راح تتطابق، هاي اللي أنا كتب اللي هنا إحنا كتبناها راح تتطابق مع التالي. مع string بتبدأ بحرف ال A، تبدأ بحرف ال A، الحرف الثاني dot يعني ممكن يكون أي كاركتر، هذا الأي كاركتر مكرر 0 مرة أو أكثر، طبعا ممكن هو نفسه مكرر 0 مرة أو أكثر، وبنتهي بحرف مين؟ بتنتهي هاي السترينج بحرف الـ A. وبالتالي هاي شو راح تتطابق؟ إما كالتالي AA برضو راح تتطابق، ليش؟ لأنه بدأ بحرف الـ A، الحرف الثاني أي كاركتر مكرر مرة واحدة أو أكثر، وبالتالي هون مش مكرر، أو مكرر صفر مرة أو أكثر، وبالتالي هون مش مكرر ولا مرة، ومعدين كمان تبعه بحرف الـ A، فبالتالي هاي تطابق معها. أو ممكن يكون A B A برضو هاي معها تمام، أو A 8 Q A، كيف هاي بالله؟ هون حرف الـ A هاي موجود، الدوت أي كاركتر أوكي مكرر صفر مرة إلى أكثر، وبالتالي هنا اي كاركتر 8، وهنا الكيو اي كاركتر يعني اي كاركتر مكرر مره واحده او اكثر، وبالتالي هنا عباره عن الثمانية والكيو هين اي كاركتر هذولا مكرر ايش مرتين هنا، وبنهايته حرف الاي، وبالتالي هاي تطابق تمام. الان نفس الاشي الثالث هذا الاخير بدايته حرف الاي دوت ستار، هاي الستار بتعود وين يا شباب؟ على الدوت، معناها الدوت اللي هو تكافئ اي كاركتر اي كاركتر، وبالتالي تكافئ اي كاركتر هون الاي كاركتر مكرر طبعا ايش صفر مره او اكثر، وبالتالي اي كاركتر راح طلع عندي ستار، طلع عندي علامه استفهام، الكاركتر الثاني او السمبل الثاني اللي هو اشاره الاستفهام، الثالث الاندرسكور مثلا، فبالتالي هي اي كاركتر مكرر 3 مرات عندنا هون، وبنهايته حرف ايش يا شباب؟ حرف الـ A. وبالتالي هاي يا شباب بالنسبة لمين؟ لا لستار. طيب الآن اوكي خلينا نشوف مثال أحسن شو مشان نقدر نستوعبها بشكل مليح. لا لو بدي أعمل سيرش مثلا داخل السترينج هاي، فشو بدي أكتب بالريجولار إكسبريشن تاعي أو بالباتنز تاعي؟ اوكي بدي أقول له كالتالي، بقول له بدي تعمل لي سيرش على اوكي بدي تعمل لي سيرش على string بتبدا بحرف السي، الحرف الاول سي والحرف الثاني او، ماشي الحرف الثاني او مكرر صفر مره او اكثر، فشو باجي بحط له ستار، ماشي بحط له ستار وبنتهي بحرف الام تمام. طلعوا لي هاي شباب شو راح تتوقعوا يطلع لي؟ شو الماتش اللي راح يكون بهاي المثال اللي قدامي؟ اوكي راح ندور على حرف السي وبعدينك متبوع حرف الاو مكرر مره واحده او اكثر، مكرر صفر مره او اكثر عفوا مكرر صفر مره او اكثر تمام، وبعدينك حرف الام، وين التطابق اللي راح يكون؟ هاي هي سي او ام اول اوكيرنس طبعا اكيد لان السيرش اول ظهور، فبالتالي حرف السي بعدينك حرف الاو مكرر هون عندنا بهاي الحاله مره واحده تمام، وايش كمان وهون عندي حرف الام، فبالتالي لو نعمل رن اوكي فالماتش تبعي راح يكون الكم وراح يكون ابتداء من 3 يعني 0 1 2 3 معناته ممتاز، يعني راح تكون هاي الكم هي اللي عملت لي أو هي الفعليين يا شباب اللي لقيناها وعملنا لها ماتشينج تمام. هسا
برضو لو حطينا هي سي او 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 ام اي برضو هاي يا شباب راح تلاقيها نعمل رن هيو لقاها. ليش؟ لانه ابتداء بحرف السي، هاي حرف السي، حرف الاو مكرر صفر مره او اكثر، هون مكرر قديش؟ 1 2 3 4، ومتبوع بحرف الام، هاي متبوع بحرف الام، وبالتالي لقى معناته راح يكون الماتش تاعي سي او 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 ام. اوكي، وبالتالي راح يلاقي على ابتداء من موقع 3، اوكي من بوزيشن 3 طبعا، يعني 0 1 2 3 ولحد 8. تمام يا شباب؟ اوكي، وبالتالي شباب هاي بالنسبه للسبيشال كاركتر اللي هو عباره عن ايش؟ الستار. اوكي شباب، الان من الكاركترز اللي الهن معاني اللي هي عباره عن ايش؟ البلس. تمام، البلس ايش معناه؟ means one or more occurrences، يعني عباره عن ظهور واحد او اكثر. كيف يعني؟ a b c بين قوسين بلس. اول شيء القوسين هذا عباره عن جروب، والبلس راح تعود الان على جروب. هاي شو معناها؟ هاي يا شباب راح تعمل matching string تبدا بحرف ال a متبوعه ب b c مكرره مره واحده او اكثر، وبالتالي هاي راح تتطابق مع a b c او a b c b c او a b c b c b c الى اخره. وبالتالي هاي بالنسبه يا شباب للبلس. هاي مثلا جوجل بلس ايش؟ تابع الاو، معناته هاي راح تتطابق مع الكلمه التاليه بتبدا بحرف الجي كابيتال طبعا. الحرف الثاني او، الحرف الثالث او وحده مكرره مره واحده او اكثر. الحرف الرابع جي، الحرف اللي يليهن جي، الحرف السمول طبعا، بعدينك ال سمول، بعدينك اي سمول. وبالتالي هاي يعني راح تتطابق مع اوكي مع السترينج اللي قدامنا، يعني راح تتطابق مع هاي مثلا جي او، هون الاو مكرره مره واحده او اكثر، وبالتالي هون مكرره مره واحده، معناته هاي الجوجل اللي موجوده هون بحرفين او راح تتطابق مع هاي، وبرضه هاي راح تتطابق مع ثلاث احرف مع هاي برضه كما يعني تتطابق مع هاي الريجولر اكسبريشن او هذا الباتن، وكمان هذا الجوجل كمثال برضه بتطابق مع هذا الريجولر اكسبريشن او هذا الباتن. اوكي تمام، يعني كالتالي، يعني كانه بقول لك اعمل لي ماتشنج مع اعمل لي ماتشنج لاي كلمه جوجل موجوده في حرفين او فاكثر، مش هيك؟ وبالتالي هاي راح تتطابق، هاي راح تتطابق، هاي راح تتطابق. اوكي، اما مثلا نطلعوا بالمثال اللي بدك تكتبه، لو قلنا من مثلا جوجل قلت له مثلا ويلكم تو جوجل، طلعوا لي بالله، قلت له هنا حكيت له يا شباب اوكي، قلت له هيك مثلا بلس اوكي، طلعوا لي بالله. هسا السؤال تاعي، هل هاي راح تلتقط هاي الجوجل ولا لا؟ خلينا نشوف. حسب اللي انا كاتبه هون، هاي راح تروح تدور لي على الكلمه التاليه. اوكي، راح تبدا بحرف الجي كابيتال، تمام. بعدينك الحرف الثاني او، تمام. الحرف الثالث او مكرر مره واحده او اكثر، يعني صرنا جي او بعدينك لازم يكون او اكثر. الان اللي موجود عندي جي او، بس بدي او واحده او اكثر ورا الاو الاولى هاي، فمش راح نلاقي. وبالتالي اوكي، وبالتالي هاي اللي موجوده هون مش راح تلتقط لي هاي الجوجل، وبالتالي هون الريزلت شو راح تكون يا شباب؟ راح تكون امتي، وبالتالي راح يقول لي نوت فاوند. تمام، حكى لي نوت فاوند. اوكي، لانه راح يدور على كلمه بتبدا بحرف جي كابيتال متبوع بأو سمول، تمام. هاي جي كابيتال متبوع بأو سمول، متبوع بأو سمول مكرره مره واحده او اكثر،
الآن هذا مش متبوع الأو، هاي مش متبوعة بأو سمول مكرر مرة واحدة أو أكثر، مرة واحدة أو أكثر، وبالتالي راح يكون هنا إيش يا شباب؟ not match. وبالتالي خلاص ما هي الكلمة لا أو هذا البتن لا يتطابق أو مش راح يلتقط لي كلمة جوجل. أوكي تمام. الآن خلينا نرجع ونحكي عن واحدة كمان من السبيشال كاركتر الموجودة عندنا، أوكي، وهي عبارة عن إشارة الاستفهام. إشارة الاستفهام يا شباب means zero or one occurrences، يعني بتعني ولا ظهور أو ظهور واحد، يعني zero or one. من انتبه، هاي zero or more، هاي one or more لبلس. إشارة الاستفهام zero or one، تمام؟ طلعوا لي عندنا هاي الريجولر اكسبريشن تبعي، معناها راح يدور لي راح او هاي راح تعمل لي ماتشنج مع كلمه بتبدا بحرف الام كابيتال، اي سمول، ار سمول، تي سمول، اي سمول، ان سمول، متبوع بحرف الاي. طبعا هاي اشاره وراها اشاره استفهام، وبالتالي اشاره الاستفهام بتعود حرف الاي، وبالتالي راح يكون الان حرف الاي مكرر ولا مره او مره، معناها راح تلتقط لي هاي كلمة إما مارتن أو مارتينا، وبالتالي هاي راح تلتقط لي فقط السترينج مارتن أو مارتينا. طيب طلعوا لي هون يا شباب، هاي راح تروح تدور لي على كلمة أو تعمل لي ماتشنج مع كلمة بتبدأ بحرف الدي كابيتال، متبوعة بأي، متبوعة بأن، هاي دي أي أن، هاي ممتاز، هذول الثنتين بالمثال بتطابقن. الآن حاط لي IEL بين قوسين وإشارة استفهام، إشارة الاستفهام بتعود على القوسين كاملة، معناته هاي اللي داخل القوسين مكرر 0 or 1 time، معناته 0 or 1 time، وبالتالي لما يكون 0 time معناته رح دان هاي تعمل لي matching مع هذا الـ regular expression، وكمان مكرر مرة واحدة معناها دانييل برضو رح إيش تعمل matching شباب مع البتن أو regular expression تاعي. اوكي شباب، وبالتالي هذا هو معنى ايش اشاره الاستفهام. اوكي شباب، الان كمان من الاشياء اللي ممكن نستخدمها اذا كنا من نحدد الظهور بعدد معين، ممكن نستخدم الاقواس، وبنحط الان داخل هاي الاقواس اللي هو من وماكس فاليو. اوكي، الان لما نحط بين اقواس من وماكس فاليو، هاي عباره عن مينز انه بتوين المين والماكس اوكيرنسز. تمام، طلعوا مثلا لاحظوا هنا عبارة عن A B C بين قوسين محطوط هون الآن 2 و 4. إيش هاي شباب معناها؟ معناها إنه هون عبارة عن دور لي على string أول حرف A متبوع ب B و C بين قوسين، هذا grouping حكينا عنه، مكرر مرتين إلى أربع مرات. هاي شو معناها؟ إنه دور لي على string بيبدأ بحرف A تمام؟ متبوع B و C مكرر مرتين أو ثلاث أو أربعة، وبالتالي شو راح هاي السترينج راح تتطابق مع A B C B C تمام، أو A B C B C B C زي هاي، أو مكرر أربع مرات A B C B C B C B C تمام. وبالتالي هاي معنى لما نستخدم لما بدنا من وماكس أوكيرنسيز بنستخدم الشكل اللي انتم اللي شايفينه امام كله بين اقواس، بنحط المين فاليو والماكس فاليو. هسه اذا كانت المين او الماكس تركناها فاضيه، اوكي، بتعني اي رقم، اني نمبر، يعني مثلا اذا حطينا 2 فاصله وبدون اي رقم، هاي معناها اللي هو تكرارين او اكثر. اوكي، بدون فاصله 6 المين يعني تركناها، هاي معناها means up to 6 occurrences، يعني لحديت ستة إيش تكرارات، لحديت ست تكرارات. ثلاث لحالها مين exactly three. أوكي، إذا يعني حطينا ثلاثة بدون فواصل، هاي معناها إنه exactly three تمام. يعني اطلعوا لي مثلا هون، لو قلت مثلا بدي حرف الأو بالجوجل، مثلا دور لي على جوجل حرف الأو بدي إياه مكرر لحاله، حرف الأو مكررة كم مرة؟ ثلاث مرات، وبالتالي هاي راح تدور لي على كلمة أول حرف G كابيتال، ثاني حرف O، بس لاحظوا بعديه المين ماكس محدد بثلاث. شو معناته؟ هاي معناها إنه حرف الO مكرر ثلاث مرات فقط،
اوكي، او حرف الاو مكرر ثلاث مرات متبوع بجي، متبوع بال سمول، ومتبوع باي سمول. وبالتالي عندنا لو نعمل رن اكيد هاي مش راح يكون تطابق، او تو اوز برضو ما مش راح يكون تطابق، 3 اوز راح يكون الان تطابق تمام ماتش، وهيو لقال اياها. لو حطينا 4 اوز مش راح يكون ايش تطابق، لانها راح تدور لي على كلمه او على string بدايه جي كابيتال، او مكرر ثلاث مرات. طيب هاي بدايه جي كابيتال، او مكرر ثلاث مرات لا، معناته ايش يا شباب؟ اوكي معناها not found راح تكون بهاي الحاله. تمام اوكي يا شباب. الان من كمان من الكاركترز اللي راح نحكي عنها اللي هي عباره عن الاور كاركتر. الاور كاركتر هو عباره عن هذا الخط العمودي، هذا هو عباره عن الاور. تمام الان كيف يستخدم؟ اذا شفتوا مثلا عندي اي بي سي اور دي اف اور جي، هاي شو معناها؟ هاي راح رايح تلتقط لي اي سترينج بتبدا باما اي بي سي او بدي اف او بي جي. اوكي يعني راح تلتقط لي اي سترينج اما اي بي سي او دي اف او جي. تمام وبالتالي هاي ماتش الاين وذ اي بي سي او دي اف او جي. تمام اوكي الان قوسين الدائريات هاي معناها جروبينج. اوكي طلعوا مثلا الان عندي هون قوسين دائريات، عندي هومر ومارج، الان بيناتن اور، وهنا فراغ سيمسون. هاي عباره عن شو؟ هاي يا شباب راح تلتقط لي سترينج. اوكي الان هذا عباره عن جروب بنات، وفي جروب راح اخذه ككل بس في اور، معناته هذا الجروب راح يرجع لي او راح يطلع لي اما هاي الكلمه او هاي الكلمه، معناته راح تلتقط لي هاي السترينج طبعا بدون الاقواس، بدون القوسين الدائريات ترى، لانه هذا معناه جروبينج. هاي راح ترجع لي سترينج بدايتها هومر او مارج، متبوع بفراغ، متبوع بسيمسون. وبالتالي هاي راح تلتقط لي لاينز هومر فراغ سيمسون او مارج فراغ سيمسون. وبالتالي هاي عباره عن ايش؟ القوسين الدائريات هي عباره عن الجروبينج، وهاي عباره عن الخط العمودي هي عباره عن الاور. طيب الباك سلاش هاي ستارت ومسميها اند سكيب سيكونسز. اوكي احنا زي ما حكينا انه بعض الكاركتر الها معاني خاصه. اوكي الان بعض الكاركتر الها معاني خاصه، زي هاي عباره عن هاي الكاركتر اللي عباره عن الستار، البلس، اشاره الاستفهام، الاقواس الدائريات، هذول مثلا هاي الكاركتر الها معاني خاصه. الان اذا بديناه باك سلاش بترجع ايش؟ لا اذا بديناه باك سلاش بيرجع الكاركتر لمعناها الطبيعي، او ترجع كاركتر عادي. كيف يعني؟ طلعوا لي مثلا هنا باك سلاش دوت. باك سلاش دوت هاي شباب عباره عن اختصار، او باك سلاش دوت هي عباره عن دوت كاركتر. باك سلاش باك سلاش عباره عن باك سلاش كاركتر، وان عباره عن حرف، معناها شو صفت؟ هاي روح دور لي على كلمه ماشي مكونه من كم من حرف؟ مكونه من ثلاث احرف، مكونه من ثلاث احرف. اول حرف هي دوت، ثاني حرف هي باك سلاش، ثالث حرف هو ان، معناته هاي عباره عن ماتش سترينج او ماتش لاين كونتيننج دوت باك سلاش ان، معناته راح تدور لي على هذا، او راح ترجع لي فعليا هذا. لو دورنا عليه راح يدور على هاي السترينج. مره ثانيه بالله يا شباب، باك سلاش دوت باك سلاش باك سلاش ان. تمام هاي راح يدور لي على التالي، باك سلاش دوت معناها راح يدور لي على سترينج بدايتها الدوت كاركتر متبوعه، الدوت كاركتر متبوع هي باك سلاش باك سلاش، هاي عباره عن معناها باك سلاش، تالي راح تدور على الحرف الثاني باك سلاش ان ان. اوكي وبالتالي يا شباب لما يكون احنا عندنا باك سلاش وراء كاركتر سبيشال كاركتر الى معنى معين، هذا السبيشال كاركتر بيرجع لمعنى ايش؟ لمعنى بيرجع لمعنى او بيرجع لمعنى الاصلي، او بيرجع للكاركتر الطبيعي. اوكي وهي شباب بالنسبه للباك سلاش.